طيب ولو رحنا لشيكابالا، شيكابالا الشوط الثاني ممكن يبقى ورقة رابحة، خاصة ان شيكابالا عنده جمل تكتيكية شفناها بينه وبين اللعيبة. شيكابالا الماتش ده محتاجينه من البداية، ماتش بره أرضنا، ما عندناش خبرات كبيرة في الفرقة. الفرقة برضو في لعيبة اللي موجودة بره مش هتبقى بنفس خبرة شيكابالا، فاحنا محتاجين شيكابالا من الأول. عايزين نخلص الماتش بدري، مش عايزين نستنى للآخر ويحصل مثلا إن احنا متعادلين أو إن احنا خسرانين ونبدأ ننزل شيكابالا. ده ماتش بره أرضنا، فهم برضو هنبقى نادي الزمالك مضغوط شوية. طيب يا احمد، لو جيت شفت انت اكيد في مباراه بيترو اتلتيكو لما شيكابالا كان متفق مع اوباما على جمله معينه هيعملوا، بالظبط وفعلا قدر وقتها اتعمل. اوباما ان هو يسجل. شايف ازاي تعامل شيكابالا في اللقطه دي؟ لا، شيكابالا واوباما طبعا يعني بينهم سنين في نادي الزمالك، يعني دي مش حاجه جديده عليهم، فهم فاهمين بعض اكتر. ده اللي انا بقول لك عليه، ان احنا لازم كل اللعيبه الخبره تبقى موجوده في الملعب، كل اللعيبه المتفاهمه مع بعض تبقى موجوده في الملعب، بحيث ان احنا نحاول نخلص الماتش من بدري. لقطه شيكابالا واوباما يعني ان شاء الله تتكرر كتير يعني. بالظبط، يا رب إن شاء الله.